السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم راح نتابع بقية ال 15 كلمة اللي ابتدأنا فيها الدرس الماضي. لأذكركم بالكلمات اللي ابتدأنا فيهم الدرس الماضي وهي نا، مالتسايت، موين، ماخس جود، هل دي اورن شتاي، ياين، هاو اب، واس جيت اب. واليوم رح نتابع بالكلمات الجديدة. الجملة الأولى اليوم هي بوكهام. بوكهام تعني لوست، لوستهام، يعني جاي على بالك أو مو جاي على بالك. مثال: Möchtest du heute Fußball spielen? Nein, ich habe keinen Bock drauf. وتعني: هل تريد الذهاب للعب بكرة القدم؟ لا، ليس لدي رغبة اليوم لذلك. الجملة التالية اليوم هي einen Kater haben. Ein Kater haben تعني نوع من أنواع الأمراض اللي بيسببه شرب المفرط للكحول. فمثلا شرب شخص كثير كحول، صحي ثاني يوم صفى بحس بألم بالرأس ومع دوخة ولعية نفس، وهذا المرض سموه كاتا. كاتا هي بشكل عام كلمة تعني ذكر، يعني القط، ولكن القط مع هالأمور ما لهم أي علاقة. ولكن الألمان الكلمة التالية هي كولا. كولا تعني باللغة الألمانية الفحم، والفحم هو كان مصدر من مصادر الرزق عند الألمان فترة من الزمن، ولكن الآن صارت الكلمة تعني جلد. مثال على ذلك: Möchtest du das Auto kaufen? Nein, ich habe leider keine Kohle. لا، ليس لدي النقود الكافية، أو ليس لدي نقود. الكلمة التالية اليوم هي بشوية. بشوية تعني مجنون أو غبي. فمثلا افترض صديقك بده يطلع على مكان معين، أو بده يطلع على جبل معين عالي أو إلى آخره، فأنت ما استغربت من الفعل اللي عم يقوم فيه، فبتسأله: Bist du bescheuert؟ أنت مجنون؟ هل أنت مجنون للقيام بهكذا الفعل؟ كلمة التالية اليوم هي läuft bei dir، وبمعنى أنه كيف حالك؟ أمورك تمام؟ لما بتشوف صديق أو أي حدا فبسأله läuft bei dir؟ ja und bei dir؟ الجواب على ذلك أنه هل أمورك تمام؟ نعم. وعندك الأمور تمام؟ أوكي. الجملة التالية اليوم وهي ألتا. ألتا ليس لها علاقة بالعمر إطلاقا، ولكن هي كلمة تستخدم بمعنى صديق أو رفيق. دو ألتا بس ماخست دو إيه؟ إلى آخره. يا صاحبي مثلا، يا صديقي، ماذا تفعل هنا؟ بهذا المعنى. الكلمة التالية اليوم هي جايل. جايل تعني فانتاستيش، يعني شيء خارق للعادة. مثلا فبتشوف سيارة أنت: آه، this auto is super geil. هاي السيارة كتير رائعة. تستخدم بنفس الكلمة الأخيرة اليوم هي ديشت. ديشت تعني محكم الإغلاق. مثال: النافذة. Das Fenster ist dicht. النافذة محكمة الإغلاق، ولكن استخدامها تستخدم بمعنى مجازي آخر، وهي إنه الشخص بسبب شرب الكحول مطفي على الآخر وسكران على الآخر. فقال: Er ist dicht. Er ist dicht. إنه هو مسكران على الأخير. وهيك بنهاية الفيديو، بتمنى الفيديو يكون مفيد لكم ونال أعجابكم. ويا ريت ما تنسونا من لايك واشتراك بالقناة، وتفعلوا زر الجرس حتى توصلكم الفيديوهات الجديدة المشابهة للفيديوهات. شكرا لحسن المتابعة، ونشوفكم إن شاء الله بفيديوهات جديدة. سلام.